السلام عليكم. حنتكلم على التايم في تشابتر 6، تايم دومين ريسبونس كاركترستيك. الان عندي اكزامبل، هاي الانبوت اللي عندي، هاي السامبلر، هاي السيستم الموجود عندي، التايمينج السامبلينج تايم 0.1 سكند. الان لما بدي اجيب الجي اوف زي، بدي اجيب الزي زي ترانسفورم لل 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي اس على اس 4 على اس بلس 2، هذا الجي بي اوف اس، وهذه عندي زيرو اوردر هول، هذه بتطلع لبرا اللي هي زي ماينس 1 على زي، فهذه بدي اجيب الزي ترانسفورم لل 4 على اس في اس بلس 2، وهذه من التيبل بجيبها بتعطيني 0.3625 على زي ماينس 0.8187 where t equal 0.1. ولما اجيب الكلوز لوب سيستم ايش بتعطيني 0.3625 على زي ماينس 0.4562، والسي اوف زي بدي اجيب التي اوف زي في الار اوف زي بتعطيني ايش 0.667 على اوف زي على زي ماينس 1 ماينس 0.66 زي على زي ماينس 0.4562 اللي عندي. يبقى السي اف تي ايش بدها تساوي 0.667 ماينس 0.667 في 0.4562 تو ذا باور اوف كي فور كي جريتر ذان 0. ايش حنلاحظ؟ هذا القيمه كل ما بزود كي هذه القيمه ايش بدها تنقص لحديث ما تصير 0، يبقى هذه الستيدي ستيت فاليو اللي عندي بتساوي 0.667. الآن لو أنا بدي أطلع عليها وأطبق القانون اللي عندي، جي بي أوف أس إيش بتساوي 4 على إس بلس 2 هذا الكونتينيوس، يبقى الكلوز لوب بدون أي ديجيتايزيشن بيساوي 4 على إس بلس 6 الموجود عندي اللي هي بتساوي جي بي على 1 بلس جي بي. الآن الستيدي ستيت فاليو هي عباره او الاوتبوت عندي الكونتينوس تساوي 4 على اس في اس بلس 6 اللي هي لما ناخذ البارشال فراكشن بدها تساوي 0.667 اس زائد 0.667 على اس بلس 6، وهنا في عندي اشاره نيجاتيف والكونتينوس بدها تعطيني هذه الشغله، وهذه دبل لاحظ كل ما بزود تي هذه will go to h to 0 فبتعطيني نفس steady state value عندي. ال first order transient response اللي هي k بتساوي minus t على tau، و tau اللي هو time constant اللي بيساوي تقريبا 1 على 6 الموجود عندي من هان اللي هي 0.167. for t equal 0.4 second digital coincide with الانالوج اللي عندي لما بدي اعوض فيها بدي يعطيني هاي الفاينل. لو انا بدي اطبق الفاينل فاليو اوف ذا يونت ستيب بدي اقول ليميت لما ان جوز تو انفينيتي اوف سي ام تي او الزي ماينس 1 في السي اوف زي لما زي بتساوي 1، وهذه بتعطيني جي اوف 1 على 1 بلس جي اوف 1 اللي عندي، وهذا اللي احنا عملناه لحديتها. طيب الان للكونتينوس اللي عندي هاي الموجود عندي لو بدي اطلع عليه، للكونتينوس السي اوف زي بدها تساوي جي بي جي بي اوف اس في الاي اوف اس اللي عندي، والدي سي جين اللي عندي بدي تساوي ايش جي بي اوف اس اللي عندي لما اس جوز تو 0. لو عوضت عنها الكلوز لوب سيستم بده يعطيني 2 على 1 بلس 2 بده يعطيني 0.667 الموجود عندي. زي ما حكينا البروتوتايب للسيستم اللي بيساوي اوميجا ان سكويرد على اس سكويرد بلس 2 زيتا اوميجا ان في اس بلس اوميجا ان سكويرد، فالاوفر شوت هاي معادله الاوفر شوت وهي معادله التيتا الموجوده عندي. الستيدي ستيت اكيورسي للسيستم يعني هذا لما نسويها ايش بدنا نقول، هاي السيستم اللي عندي اللي شفته قبل شوي، هاي الار اس هاي الاي بس هاي التي هاي جي اف اس وهنا السي اف اس، السي اف زي على الار اف زي اللي هي ترانسفر فانكشن بدها تساوي جي اف زي على 1 بلس جي اوف زي، والجي اوف زي بدها تساوي كي البرودكت تبعات الزيرو على
الزيت ماينس واحد تو ذا ان في البرودكت تبعات مين؟ البولز الموجودة، طالما أشرت إنه هذول بيسووش واحد، لا البولز ولا الزيرو، عشان ما يصيرش كانسليشن. الآن الكي دي سي إيش بيساوي؟ بيساوي الكي في البرودكت تبعات البولز على البرودكت تبعات البولز، هنا الزيروز على البولز بنعوض بزي بيساوي واحد. ال E of Z بدها تساوي هاي ال Z transform لل E of T بدها تساوي ال R of Z minus ال C of Z في ال G of S الموجودة عندي، أو T في ال T of Z الموجودة عندي. هذه بدها تساوي واحد على واحد plus G of Z في ال R of Z. الآن اللي بهمني ال steady state error. الستادي ستيت اورور للستيب انبوت، وهذه من المعلومات المهمة، وير الستيب انبوت بتساوي زي على زي ماينس واحد، اند يوزنج الفاينل فاليو ثيرم الستادي ستيت فاليو ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي هذه المهمة، بدها تساوي الليمت لما زي جوست 1 في زي ماينس واحد اي اوف زي، وبدها تساوي الليمت نعوض على الزي ماينس واحد ونعوض عن الستيب الموجودة. هنا بدا الزي ماينس واحد هاي بدها تروح مع الدينومينيتر تبعت الستيب، فبدي يصير عندي وبعوض عن زي بتساوي واحد، فبتصير واحد على واحد بلس الليمت لما زي بوست واحد في جي اوف زي. الان هذا اللي بنطلع فيها، هذا بدها تساوي واحد على واحد بلس كي بي، وير كي بي بدها تساوي الليمت لما زي جوست واحد في جي اوف زي. الان اف ان ايكوال زيرو اللي عندي، وهذا حنحكي فيها، فعندي كي بي بدي يساوي كي دي، وعندي الايش الستيدي ستيت ايرور بدي يساوي واحد على واحد بلس كي دي كي دي سي. الان لو عندي ان جريتر ذان واحد كي بي بدها تجوز انفينيتي، اند الستيدي ستيت ايرور بدي يساوي زيرو. الان نرجع تاني ايش بنقصد بالان، شايفين الان هذه؟ هذا اللي بنقصد فيها الان، هذا بنسميه السيستم تايب. الان لما ان بتساوي زيرو بنقول السيستم تايب عندي زيرو، يعني فيش عندي زي ماينس واحد في الدينومينيتر. لما زي بدها تساوي واحد بنقول الان بتساوي واحد بنقول هات تايب واحد، ان بتساوي اثنين تايب تو، ان بتساوي ثلاثة تايب ثري. هذه في المرادف للكونتينوس في الواحد على اس، الواحد على اس هذا كانت اللي بتحدد التايب في عالم الكونتينوس. قديش عندي فري اس في الدينومينيتر، هذه بسميها بتحدد السيستم تايب. الان السيستم تايب هذا لما يكون عندي التايب زيرو يبقى الكي بي هذا اللي عندي بده يكون عندي فاينايت، يبقى الرقم هذا بده يطلع الستيدي ستيت ايرور بده يطلع فاينايت. اذا بنلاحظ كل ما بنزود هذه كل ما الستيدي ستيت ايرور ايش فيه بقل. الان لما كي بي السيستم تايب ان اكبر واحد او اكبر ايش حيعطيني؟ الكي بي اللي عندي حتساوي ايش؟ انفينيتي. اذا واحد على انفينيتي ايش بيعطيني؟ ستيدي ستيت ايرور بيساوي زيرو. وهذه معلومه مهمه عندي انا ايش بدي اطلع فيها، كيف بدي اسوي فيها. الان فور ا يونت رامب، رامب ايش اللي عندي؟ انبوت الار اوف تي بدها تساوي تي، يبقى الار اوف زي بدها تساوي تي اوف زي على زي ماينس واحد سكوير، والستيدي ستيت ايرور بدها تساوي الليمت لما زي جوز تو 1 في تي اوف زي على زي ماينس واحد زائد زي ماينس واحد في الجي اوف زي. الان هذه لما نعوض بدلها واحد هذه حتعطيني زيرو، راحت هذه صارت ايش عندي؟ والزي اللي هاد احط بدلها واحد صار عندي تي على الليمت للزي جوز واحد في زي ماينس واحد في جي اوف زي، وهذا بسميها كي في اللي عندي، واحد على كي في، والكي في بدها تساوي الليمت لما زي جوز واحد الموجود عندي ها في واحد على تي في زي ماينس واحد في جي اوف زي. الان اف ان ايكوال زيرو كي في والايكوال زيرو والستيدي ستيت عندي بده يكون ايش؟ انفينيتي. لما ان بتساوي واحد الكي في حتكون عندي فاينايت هنا، والستيدي ستيت ايرور حيكون عندي ايش؟ فاينايت. فور ان جريتر ايكوال 2 الكي في بدها تساوي انفينيتي والستيدي ستيت بيساوي زيرو. يعني لما اجي بدي اطلع على السيستم حسب بدي اطلع على ايش الانبوت للسيستم. لما اتكلم في الانبوت للسيستم عباره عن ستيب بدي اجيب الايش؟ الكي بي.
الكي بي اللي هي بتساوي بتساوي الليمت لما في زي ماينس واحد في جي اوف زي اللي عندي. الان هذه بتساوي لما يكون تاب زيرو بتساوي هذا بتطلع عندي فاينايت، والستيدي ستيت ايرور بتطلع عندي ايش فاينايت. لما هذه تكون ان اكبر من واحد بتساوي واحد او اكبر هطلع عندي الكي بي بيساوي انفينيتي، والستيدي ستيت ايرور بدي يساوي ايش زيرو. الان لما الانبوت يبقى عندي رام بدي اطلع على اجيب الكي بي. الكي بي بتساوي الليمت لما زي جوز تو واحد في واحد على تي في زي ماينس واحد في جي اوف زي. الان هذه لو ان بتساوي زيرو الكي بي عندي بتساوي زيرو، والستيدي ستيت ايرور حيطلع عندي ايش انفينيتي. ان بتساوي واحد الكي بي حيطلع فاينايت، والستيدي ستيت ايرور فاينايت. كي بي ان او بتساوي اكبر او بتساوي 2 الكي بي بيساوي انفينيتي، والستيدي ستيت ايرور بيساوي از زيرو في هذا المجال. هاي عندي اكزامبل الموجود عندي. هاي عندي كنترولر، كنترولر عبارة عن ايش؟ عن بي اي كنترولر. البي اي هاي جزئية الاي، وهاي جزئية الايش البي اللي عندي، بجمعهم مع بعض بعطيني على هذا الشكل. الان هاي السيستم الموجود عندي لما بدي اجيب هاي ايش بدي اقول في هذا الحالة. الاوبن لوب، هاي الاوبن لوب الموجود عندي. الكي بي بدي اساوي الليمت للزي goes to واحد goes to واحد واحد على تي في الزي ماينس واحد. ايش اللي ضفته هان دي اوف زي في الجي اوف زي صار عندي، وهدول التنتين مع بعض هم اللي بحدد منهم الايش التاب. ايش بلاحظ عندي هان؟ هاي في واحدة من هان، فهذه بتروح مع الموجود عندي هان. بدي ضل عندي ايش ال كي اي بلس كي بي في الزي ماينس كي بي هانا في الجي اوف زي اللي عندي، اللي هنا بتطلع عندي الكي اي على تي، لانه هدول بروحوا مع بعض للسيستم المعطى عندي هان، فبدي ساوي كي اي على تي الموجود. السيميوليشن دايجرام هذه من الشغلات اللي بتطلع عليهم. ايش السيميوليشن دايجرام؟ طب انا لو بدي اعمل ابروكسيميشن ايش الانواع اللي بدي اعملها؟ الان بناخذ بريك وبنرجع نكمل في هذه السيميوليشن دايجرام.